نقاشنا اكيد جدا. اليوم بدايه اسبوع جديد، حبينا نفرحوا بكم، حبينا نقدموا لكم جديد، والحقيقه مش جديد، هي شركه قديمه موجوده في السوق التونسيه، لكن اليوم حبينا نقدموا لكم خدماتها ونقربوا لكم الخدمات ونعطيكم اكثر فرص للابداع وللمغامره وللعلم وللعمل ولكل حاجه باهيه. وكل الطموح بتاع التونسي اللي يحب على التوظيف في الخارج واللي يحب على الدراسه في الخارج، باش نحكيوا على إيديكارو. إيديكارو تونسيا، الشركة الألمانية المختصة في التوظيف والدراسة في الخارج. سعيد جدا باستقبال مستشار التوظيف بالشركة صفوان حسيوي. صباح النور. صباح النور سي محمد. أهلا وسهلا، تحية ليك. تحية ليك سادة، وتحية لكل عاملين براديو كابا فام. شكرا، نشكركم على الاستضافة الصباحية هذية، وإن شاء الله نبدأ بها نهار مزيان. أكيد أكيد، احنا بدنا نجيو بالليزوفر ونجيو بالحاجة الباهية، هو الطموح المشروع عند التونسي اللي يحب يخرج للخارج من الباب الكبير، من الباب الكبير يخرج معزز مكرم قدره. هذا كل مش نحكيه فيه اليوم، مش نحكيه على إيديكارو. هات نعرفه ساعة إيديكارو للناس اللي ما تعرفهاش، أما برشا ناس يعرفوها، برشا ناس موجودين في الباج فيسبوك بتاعكم، وبرشا حرفاء تعداو معاكم، والحقيقة هم اللي وصلوكم لينا لهنا، وهم اللي وصلونا ليكم زادة باش نعملوا هالباساج هذية ونزيدوا نوسعوا الشبكة متاع معرفة الناس، نزيدوا نتعرفوا أكثر للناس اللي ما تعرفش إيديكارو. نزيدوا نتعرفوا خويا. دونك بالنسبه للي يعرفونا واللي ما يعرفوناش زاد، ايوا ان شاء الله يوليو يعرفونا. نحن شركه إيديكارو، دونك شركه المانيه في الاصل، يعني سياج كما نقولوا احنا موجود في المانيا، بالتحديد في مدينه دوسلدورف. عندنا بعض الفروع في العالم من بينهم تونس. دونك تونس هو باش نقولوا هو الفتاة المدلل لإيديكارو، على خطر أول فرع لإيديكارو في العالم هو في تونس العاصمة. دونك نحن موجودين في عين زغوين بالتحديد، دونك مش بعد برشا على سبيطار المنجي سليم. اخترنا الموقع هذاك بحكم معناتها القربة للمستشفيات وكل شيء، وفي نفس الوقت معناتها بلاصة معروفة للعديد من الحرفاء إن شاء الله يجوا بحذانا. دونك عندنا بعض النشاطات، من أهمها التوظيف بالخارج والدراسة بالخارج. نعم. اللي هو كما قلت سيادتك موضوع اليوم، رجعنا نحن العودة المدرسية، عندنا بريسك جمعة من اللي رجعنا، ثم برشا عباد تخمم سنة باك يخموا باش يطلعوا يقراوا البرا من بعد. نعم. الباك، وثم زاد جماعة اللي بار اكزومبل سنة تروازيام اني باش يكملوا قرايتهم، يحب يكمل يطلع. دونك ان شاء الله نكونوا نحن بون بلون بون ادريس. فوالا بالضبط، انا حبيت نعطي السيرفيس بتاعكم ساعة اون جينيرال قبل ما نرجعوا ونركزوا اكثر على النقطة هذه، بالذات باعتبار العودة المدرسية وانطلاق الموسم الدراسي. انتم تعطيو سيرفيس كامل ومتكامل، عندكم ليكور بتاع اللونغ، يعني تقريو اللغه الالمانيه، تمشيو تعملوا ايضا تعاونوا الطلبه اللي يحبوا يقراوا في الخارج من اجوس كازيت، ونرجعوا لها نحكيوا فيها بتفاصيل، والعمل ايضا والتوظيف بالخارج، لي فورماسيون بروفيسيونيل موجوده عندكم، موجودة أيضاً. بالاضافه الى سيرفيس مهم جدا اللي هو سيرفيس فيزا، ونعرفوا احنا خدمات الفيزا مع الالمان ماهيش سهله، ومش نامبورت كي يخدمها، ونعرفوا النظام الالمان والنظام الالماني اللي الحقيقه صعيب انه انسان يمشي ويخدم معاهم ويحقق نجاحات كما اللي قاعدين تحققوا فيها، والحمد لله. احنا تو نوصلوا للسيرفيس فيزا اللي هو اخر الحلقه، ولكن اليوم هات نبدا، واحنا تو في بدايه سنه جامعيه، سنه دراسيه جديده، فما ناس اخذت البكالوريا وما زالت حايره شنو مش تعمل، فما ناس قرات في تونس وتحب تكمل مرحله اخرى من الدراسه في الخارج. يجيكم إيديكارو، انسان يعني يكفي انه يقول انا راني نحب نمشي نقرا في المانيا، وانتم تبداوا معاه السيكل كامل به. هات نحكيوا على الدراسه في المانيا، تقريبا الاختصاصات او الجامعات اللي كان تعليم جامعي، او ايضا حتى اللي فورماسيون بروفيسيونيل يعتبروا دراسه به. بالنسبه للدراسه بالخارج، معناتها كما قلت بكري سيادتك، دونك سي اون بون ادريس إيديكارو. اولا على خاطر اكثر العاملين في إيديكارو هما عندهم فكره على المانيا، فيهم شكون عاش في المانيا لسنوات، شكون قرا في المانيا، يعني معناتها حتى كيف يجي، بخلاف انه ثم معناتها دي بروسيدور تابع الخدمه، ثم الاكسبيريونس الشخصيه اللي تلعب دور مهم. أكيد. يعني انا كيف يجيني انسان عنده جوست معرفه نظريه على الدراسه بالخارج
ونلقى انسان عنده معرفه نظريه وفي نفس الوقت عاش في المانيا وقرا غاديكا وتعلم غاديكا، معناتها ينجم يفيدني حتى بالاكسبيريونس نتاعو. هذاك علاش نحن نرحبوا بالطلبه الكل كلك سوا خذوا الباك نتاعهم 2024 والا السنه بداوا في الباك نتاعهم ويحبوا معناتها من هنا لاخر العام يبداوا عارفين رواحهم باش يطلعوا لالمانيا وشنو هو لي بروسيدور اللي يعملوا. دونك الطلبه كيف يجيو بحذانا نحكيو لهم احنا على البروسيدور الكل دو ا جوسكا زد. ثم معناتها عديد تخفيضات توا معناتها بمناسبه العوده المدرسيه، تخفيضات في لي باك نتاعنا يجيو معناتها حتى المعدل يدخل فيها اذا كان معناتها معدل باهي ولا مش باهي. نطمنوا زاد الاولياء انه نحن بالنسبه لي خاطر في النسبه للطلبه الاكثريه شكون اللي باش يكون ديسيدور هو الوالي. الولي يعني الطالب عنده حاجه يحب عليها يحب يمشي يحب يوصل يحب يقرا، لكن الوالي ديما باش يكون يرافقه. دونك مرحبا بالاولياء الكل ومعهم وليداتهم، احنا نفهموهم دو ا جوسكا زد لي بروسيدور. دونك من اللغه الالمانيه شنو هو النيفو اللي لازم يقراهم، كي شنو هو النيفو اللي لازم يكملهم في المانيا، شنو هو لي فاكولتي اللي ممكن هو ينجم يقرا فيهم، كيفيه معناتها التسجيل في لي فاكولتي. والمهم والاهم من هذا الكل هو انه احنا المرافقه ما تكونش كان في تونس كهو، تتواصل في المانيا. يعني السيد اذا كان احنا نبداو له لهنا نوصلوه لباب المطار ان شاء الله في تونس، راهو ثم شكون باش يعرضوا في باب المطار في المانيا ويوصلوا وين باش بيت وين باش يسكن ويكمل معاه لي بروسيدور الكل حتى ان شاء الله ياخذ الانسكريبسيون نتاعو في الفاكولتي. يعني ان سيرفيس كامل ومتكامل لا غبار عليه. واضح والطالب مؤمن وقت اللي يجيك. معناها نطمنوا ديما الولي، راهو الولي ديما عنده اكل الهاجس نتاع الخوف، راهو باش تبعث ولدك من المطار للمطار مؤمن آمن واصل للجامعة اللي مش يقرأ فيها مسجل أموره واضحة، بالإضافة حتى للمرافقة اللي تصير في وسط العام وكل التفقدات اللي تقوموا بها للوليدات اللي مشاو تونس. أنتم ما اكتفيتوش أنكم دعيتوا الطلبة أنه يجيوا بحثكم يتعرفوا، أنتم مشيتوا لهم حتى في التوجيه وعملتوا حملة وجهني، عملتوا إيفينمون تاع وجهني لو كان نحكيوا عليه شوية. كيفاش حضرتوا للتوجيه؟ كيفاش عاونتوا تلامذة في الاختيارات خاصة؟ هو ايفينمون وجهني نتصور ايفينمون معروف للناس الكل وخاصة معناتها عند الطلبة والا عند معناتها الموظفين اللي فركسوا على فرص عمل في المانيا. دونك احنا شاركنا في ايفينمون وجهني اللي صار في شهر جويليا في الصيف اللي تعدى في مدينة الثقافة في تونس. دونك عملنا ستون تاعنا غاديكا، استقبلنا عديد الاولياء، عديد الطلبة، عديد المهتمين يكمل مرحلة عليا من الدراسات نتاعو في المانيا، مثلا ماستر ولا حتى ثم جانا شكون يحب يفركس معناتها على الدكتوراه وكل شيء. دونك وصلنا غاديكا نهارين من زمان، فسرنا للناس الكل اكثر ما يمكن معناتها من الاشخاص اللي كانوا حاضرين في التظاهره نتاع وجهني، فسرنا لهم معناتها لي بروسيدور نتاعنا، فاهم شكون جا بحذانا مشكور، وزاد سال يعني قال ما اكتفيتش بالليزانفورماسيون اللي خذيتها نهاريكا، زاد جا سال. دونك كيما نقولوا ونحبوا نركزوا انه الطلبه مهما كان مهما كانت معناتها لي زيتود يونيفرسيتير اللي يحبوا يعملوها في المانيا يجيونا ننصحوهم. نحن معناتها بالاهم البرنامج نتاعنا يرتكز على لو كونساي، يعني الاستشاره تكون دو ا جوسكا زد. عندنا شكون في ليكيب نتاعنا يفسر كل شيء، الاولياء مرحبا بهم مع الطلبه نتاعهم، وبقدره ربي معناتها يكونوا مرضيين أكيد. من طرفنا ان شاء الله اكيد، خاطر انتم تخدموا على الساتيسفاكسيون تاع الناس اللي تجيكم، خاطر انتم مش فقط هوك بعثته يقرا، بالعكس كل نجاح يتحقق في الخارج، كل طالب تونسي يتحصل على الشهاده، كل تونسي يتميز في الخارج اكيد جدا. بعيد على البعد المادي اللي ذاك حق مشروع لاي شركه انه باش يكون عندها الهامش الربحي بتاعها، ولكن فما ايماج فما صوره ولا. خاصه اليوم الحقيقه في عالم يعني مختل بظاهرة يعني الحرقة وغيره. اليوم إنسان يمشي بوريقات ويمشي طالب علم يمشي زاد في مطمع حتى لدولة ألمانيا أنه تستفيد من الخبرات بالخبرات متاعه، هذا بيده يعطي قيمة إضافية للتونسي اللي مش يكون متواجد غاديكا، زاد يتم التعامل معاه تعامل محترم جدا باعتبار أنه
يعني ما جاش وحده، محمي ظهره، محمي وراه شركه، وراه ناس تتبع فيه، وراه مرافقه، وراه ناس تعمل سويفي زاد حتى في اذا كان عنده شويه مشاكل في القرايه ولا تعرض لاي اشكال، لانه عادي تعيش في دوله لابد لا قدر الله يصير لك اي اشكاليه او اي حادث، مهم جدا اللي تلقى يعني عائله وراك، تلقى فاميليا وراك. بيان سور نحن عندنا معناتها كما قلنا بكري شوي وكما قلت توا يعني حتى لي كانديدا اللي يخرجوا معنا ويمشيوا يقراوا برا في المانيا والا حتى يمشيوا يخدموا يكون السويفي حتى معنا من هنا من تونس، يعني اذا كان تعرض لا قدر الله لاي مشكل ولا لاي ظرف معناتها طارئ وما لقاش شكون يعاونه غادي كان نجم يتصل بينا نحن. نحن اولا عنده ايكيب على ذمته في المانيا ديما اول ما يوصل يلقى شكون غادي يرحب به يعطيه كارت فيزيت يعطيه نومرو يعطيه ادريس ميل باش يتصل به في اي معناتها ظرف، ولا قدر الله نقولوا ثم شكون يحشم صارت قبل، ثم شكون يحشم باش يتصل بالالماني، دونك يكلمونا نحن ونحن نتواصلوا مع الجهات نتاعنا في المانيا ونحاولوا ان نوفروا لهم الرعايه معناتها والتعطير في المانيا، ما نخليهمش هكاك يعني مش معناتها كما يصير في بعض الحالات الاخرى خلينا نقولوا موجود فهمني، ثم شكون يوصل غاديك المطار يعني وحتى نعرف شكون معناتها ناس يعني من الاقارب ولا من الاصدقاء يوصل غاديك المطار ما يلقاش شكون يستنى فيه، ما يلقاش شكون يهز. احنا اليوم علاش اخترنا ايديكارو، احنا اخترنا المصداقيه علاش؟ خاطر موجود واللي تحكي فيه موجود، واليوم مش مجال ربما نفتحوا الملف هذايا نتاع برشا موجود حقيقه شركات يوصلك وتبقى يعني ضايع. اليوم لا ايديكارو انا منشوف من التمشي من تونس هاتك نرجع لتونس هنا نحكيه على المرافقة اللي تبدأ من هنا من تونس من اليوم الأول، خاصة في ما يتعلق نحكيه شوية على اللغة اليوم اللي هي مش البلاد ولا الشغة لازم إليه، لازم اللغة الألمانية هي حاجة لازمة يعني أنا ديما نقول بغض النظر عن شنو باش تعمل في ألمانيا، خاطر ثم برشا عباد اللي نجم يطلع يقرأ باللغة الإنجليزية، لكن ديما نقول لهم أولا أنت باش تمشي تعيش في بلاد لازم تتقن اللغة نتاعها حتى ولو معناتها ما يكونش الإتقان البارفي معناتها، ما يسالش على الأقل لازمك تنجم تتواصل مع العباد اللي عايشين غاديك وتنجم انت توصل معناتها المعلومات اللي عندك، دونك اللغة حاجة مهمة في المسيره نتاعنا والمسيره خاصه للطلبه اللي باش يمشي يقرا في المانيا، دونك لهنا ينجم يجي بحذنا نحن نقريوه اللغه الالمانيه. عندكم يعني مستويات مختلفه الحقيقه اللي نسميهم انتم ا1 ثم ا2 ب1 ب2 واخر نيفو هو السي 1 سي 2 اللي هو النيفو بروفيسيونيل اللي هو نيفو اكاديميك بروفيسيونيل، دونك نحن لهنا في تونس يقرا معناتها 3-4 نيفوات حسب نقولوا احنا الطالب هو شنو رغبته وحسب نحن زاده شنو باش ننصحوه شنو النيفو اللي لازم يوصل من بعد كيف يطلع عندنا مثلا ليزيكول بارتنير نتاعنا في المانيا اللي هما ينجموا يكملوا له مش ينجموا بلوتو يكملوا له غاديكا لينيفو اللي قاعدوا ناقصينه ويكملوا معاه لي ديمارش نتاع لي زانسكريبسيون في الفاكولتي، يعني لي ديمارش يبداو لهنا في تونس ننصحوا الطالب باللغة بيان سور، ننصحوه حاجة أخرى أنه حسب المعدل نتاعو ثم شكون يجيك يقول لك أنا نحب نقرأ الحاجة هذه عنده الحق يحب يقرأ حاجة معينة بالطبيعة، لكن في نفس الوقت حسب المعدل نتاعو ننصحوه ونشوفه معاه نحن التوجيه الجامعي الالتيرناتيف للحاجة اللي يحب يقرأها واللي يتماشى مع المعدل نتاعو ونلقاو له ديما الحلول، وزاد بخلاف انه شنو باش يقرا نشوفوا له حتى لي فاكولتي اللي باش يقرا فيهم شنو هما، نعطيوه مثلا ليست نتاع لي فاكولتي اللي فيهم الدراسه هذيك اللي يحب عليها هو وينجم هو يحاول يختار المدينه ولا يختار الكليه اللي سبحان الله ثم عباد يحب مثلا يونيفرسيتي هكا باهي شويه مرموقه، ثم شكون يحب يونيفرسيتي في مدينه صغيره، نحاولوا نلبيو الرغبات ونكونوا فليكسيبل حسب حتى اللي بيزوان او حسب اللي بتجي عفوا نتاع نتاع الناس اللي تجيكم، من ثم زاد مدن على مدن تبدا حتى المستوى المعيشي فيها نقولوا احنا غاليه شويه غاليه شويه حاجه شويه اي فوالا نحن معناتها نقولوا احنا معناتها الاستشاره فوالا تكون شامله معناتها نحكيو مع الاولياء ومع الطلبه نحكيو معاهم على كل شيء معناتها الامور الماليه والانفستيسمون معناتها طريقه المعيشه في المانيا يعني كل شيء معناتها حتى نوصلوا الطلبه نتاعنا نهيئوهم للعيشه في المانيا نعملوا معاهم دي وركشوب كولتوريل دو تيل سورت نهار اللي يطلع المانيا ما يلقاش شوك حضاري معناتها نقولوا احنا فهمني شوك كولتوريل بالعكس يبدا هو متهيئ نفسانيا حتى ولو انه مش 100% على الاقل 50 60% كيما لافون بريمير معناتها اي فوالا معناتها فهمني كيفاش تكون العيشه في المانيا
كيفاش تكون الفاكولتي في المانيا، كيفاش الانسان ينجم يعمل علاقات، ينجم يعمل اصحاب، هذيك الكل اللي ياخذوا من هنا معنا من تونس قبل حتى ما يوصل لالمانيا دو تيل سورت نهار اللي يمشي كيف تعرضوا اي معناتها حاجه يقول اه فوالا ان ديجا فيو، هذه حكاوا لي عليها في تونس هذه نعرفها. هذاك معناتها نحن كيفاش نحاولوا ناطروا الطلبه ان شاء الله اللي باش يطلعوا معنا ويقصدوا ربي لالمانيا ويشوفوا. انا حبيت نسال قبل ما نسكر النقطه نتاع الدراسه بالخارج، اولادكم اللي سبقوا في المرحله الاولى اللي قراوا غادي هما بيدهم اليوم ساعات حتى يعني الكونتاكت ما تقصش، انا حد علمي انه هما بيدهم ساعات يكونوا دي جيد للناس الجدد وهما اللي يسهلوا الانتجراسيون نتاع الاولاد ولا البنات اللي يطلعوا جدد، يدخلوهم في الجو، يعرفوا التواسه ببعضهم، يقربوهم لبعضهم، يكونوا ديزيكيب هكا موجودين. كتقولوا احنا في دوسلدورف يقول لك جماعه دي كارو فلان وفلان وفلان اي فوالا يلموا بعضهم. ولات الحقيقه ما عادش نحكيو على شركه، ولات شبكه، نحكيو على شبكه اليوم فوالا، وشبكه كما قلنا من الاول انترناسيونال بويسك عندنا معناتها في عديد البلدان في العالم منهم المكسيك، كولومبيا، الارجنتين، الهند، تركيا زاده. دونك حاجة أخرى نضيفها أنه عندنا بعض الطلبة اللي طلعوا ديجا نعملوا معاهم دي ويبينار. دونك طلبة جدد اللي يجيو لهنا مثلا ياخذوا أوبن دايز، أيامات معينة مفتوحة ينجموا يجيو فيهم الطلبة والأولياء، ونعملوا في نفس الوقت ويبينار. دونك زوز ثلاثة طلبة قعدوا معنا أون كونتاكت باغ إكزومبل، نكلموهم نقولوا لهم في النهار الفلاني إذا عندكم وقت تدخلوا على اللين زوم، ولو ثم طلبة من هنا من تونس يحبوا يستشيروكم في بعض الأشياء، يحبوا يسألوكم، يحبوا يشوفوا تجربتكم مع إيديوكارو وتجربتكم في ألمانيا، يحكيوا لهم ثم معناتها كل واحد شنو يقرأ، اللي يقرأ ماشين باو معناتها اللي يعمل هندسه ميكانيكيه، اللي يعمل هندسه عالميه، اللي يعمل معناتها في مجال الصحه. دونك يحكيوا مع الطلبه لهنا ويفسروا لهم، وهذه زاده حاجه من الحاجات اللي الحمد لله معناتها توثق الكريديبيليتي نتاعنا والمصداقيه نتاعنا. هم يعملوا في ريكومونداسيون لديكارو، مش يعني جوست من فراغ نجي نحكيو، لا راهو ثم ان بروجرام كامل، ثم مشرفين، ثم ايكيب كامله تخدم على الحاجه هذه، وبقدره ربي معناتها يكونوا مرضيين، خاطر الساتيسفاكسيون تاع الحرفاء ولا الطلبه اللي باش يجيو بعدنا هي الاولويه طبعا قبل كل شيء. طبعا نمشيو مجالات أخرى تشتغلوا عليها، فما مجالات ظرفية وفما مجالات دائمة على طول العام. التوظيف بالخارج جزء من المهمة اللي قاعدين تقوموا بها اليوم، خاصة في المجال الصحي، كل ما يتعلق بمجال الصحة نحكيو على توسكي ميديكال وإلا باراميديكال. زاد اليوم مطلوب في ألمانيا باعتبار لبزوان تاع ألمانيا من الكفاءات، وخاصة الكفاءات التونسية اللي الحقيقة شجعت التونسي أنه اليوم يمشي يستفاد الساعة من التجربة الألمانية، من التطور الألماني، ويمشي زادة يعمل يعني كارير مهني محترم في ألمانيا. قاعدين زادة اليوم تخرج معاكم الياس في الانفيرميري وإلا في الشبه الطبي. الشبه الطبي بصفة عامة. كما قلت دونك عندنا المجال التوظيف بالخارج. دونك باش نزيدو نحب نزيد ناكد على حاجه باش العباد يعرفوها، ثم برشا ناس يعرفوها ونزيد ناكد عليها، نستغل الفرصه هذه باش ناكد عليها. دونك بالنسبه لنا نحن سوسيتي ايديوكارو انتقاد سوسيتي ام ال كارير، دونك سي اون سوسيتي بارتنير لايديوكارو، فهمتني؟ موجودين في نفس البلاصه لي دو سوسيتي. دونك الشركه هذه ام ال كارير هي الشركه معناتها عندها ترخيص من وكاله التعاون الفني للتوظيف بالخارج. دونك نجموا العباد اللي يحبوا يزيدوا يتاكدوا من الحاجه هذه يدخلوا على الباج اوفيسيال نتاع وكاله التعاون الفني وينجموا يشوفوا ويلقاو معناتها ام ال كارير رقم الترخيص 65/2024. دونك معناتها نشتغلوا بصيغه قانونيه، يعني مش جست نهزوا في العباد البراوكه. دونك ايديوكارو بالتعاون مع شركه ام ال كارير تحاول انها توصل الباحثين عن فرص عمل في المانيا كما قلت، خاصة في المجال الشبه الطبي بصفة أولى ولا بصفة مهمة المتحصلين على شهادة تمريض دونك الممرضين، وعنا المجالات الأخرى كما التبنيج والإنعاش، كما لي فيزيوثيرابوت، كما لي زانسترومونتيست أوبيراتوار. دونك هذوما زادة مرحبا بهم الكلهم ينجموا يجيو. بالنسبة لهذوما ثم بروغرام تخي انتيريسون بالنسبة لهم، يعني
سيرمون اللي يسمعوا فيا اللي يخدموا اللي يشتغلوا في المجالات هذيا يعرفوا بيان سور على شنو نحكي. اما مرحبا بهم ويقيدوا معنا ويكلمونا بالتليفون ونجموا نحن نتواصلوا معاهم ونفسروا لهم كل شيء. واضح معناها كل وين فما دي زوفر يلقاوهم موجودين عندكم تعطيهم لي زوفر الكل وتعطيهم بيان سور. والحاجه وسامحني قصيت عليك الحاجه المهمه انه نحن باغ اكزومبل ما نفرضوش لوفر على لي كونديدا نتاعنا. يعني كيف يجينا اوفر معينه لي كونديدا اللي معنا يكونوا هما بطبيعتهم يعني سواء جاونا قارين اللغة الألمانية ومتحصلين على شهادة بأن سواء قاعدين يقرأوا معنا في اللغة الألمانية. وعلى ذكر اللغة الألمانية بالنسبة للمجال الشبه طبي يقرأوا الألمانية معناتها غراتوي معنا نحن دونك الشركة الألمانية معناتها ولا شركة بالتعاون مع شركة تونسية ثم أن بروغرام دو بورس متكفلة به الدولة الألمانية دونك يجيو يقرأوا معنا. عندنا إلى حد الآن قريب 80 ممرض مصحح كونترا مع مختلف سبيطارات في المانيا. ان شاء الله لي كونترا صاروا في دي زيفينمون كيما نجموا نشوفوا توا معناتها جاو العباد في ناس تصحح فوالا جاو صحوا لي كونترا نتاعهم والكلهم فرحانين فيهم شكون طلع ديجا فيهم شكون يستنى بقدره ربي باش يطلع بروشينمون وفيهم شكون مازال عنده الكونترا ومازال يقرا في اللغه. وهذه حاجه مهمه زاده ما نستناوش لين كونديدا يكمل يقرا اللغه بلوتو ينجم هو مازال يقرا في اللغه ويعمل كونترا نتاعو دو تيل سورت سي اون موتيفاسيون دو بلوس بالنسبه لي هو على خاطر كونترا نتاعو عنده هو كيقرا على روحه باش يكبس روحه يكمل فيسا باش ينجم معناتها يطلع على المانيا في الاجال المحدده اللي نحن نحاولوا نراعيوها بيان سور. اذا كان ما كيقولوا احنا تعاونت معنا السلطات الالمانيه كما تعرف انت معناتها حكيت بكري على الفيزا نحن نحاولوا بيان سور نوفروا الدوسي كامل دو ميغراسيون ونتعاملوا في هذا الاساس مع السلطات الالمانيه كلك سوا في المانيا والا لهنا سفاره المانيا في تونس. مي بالطبيعه ثم حاجات نحن للاسف كشركه والا كمشغلين في المانيا سبيطارات نتعاملوا معهم ما عندناش معناتها كيف نقولوا السلطة قوية برشا على الـ على الـ ما تنجمش انت تكون عندك سلطة على الدولة الألمانية هي ثم دي بروسيدور معينة. هذاك طرف ثاني ألماني من ما عندناش عليه الحقيقة السلطة في أنه ساعات يحبوا ينقصوا في حاجة معينة ولا تصير تعطيلات معينة ولا حاجة معينة زاد ما يلزموش يفوتوها ولكن المهم زاد والمهم جدا لهنا التعامل مع سفارة ألمانيا في تونس ماهوش ساهل للمواطن التونسي. إيش معناها نقول ماهوش ساهل؟ احنا نعرفوا الالمان هو ديجا الالمان كي نحكي نقولوا الالمان نقولوا ديسبلين ساعة ديسبلين وبرشا حاجات اخرى ولا نقولوا ديسبلين قبل كل شيء. انت اصلا مادامك الانسان هو نوعيه الناس اللي تجيكم الساعه اللي ناوي يطلع لالمانيا عنده عقليه الانضباط لانه لازم. العقل الالماني عقل منضبط ماكينه نتاع عمل هذا ساعة واحد تعرف حتى على البروفيل نتاع الناس اللي جايين لكم غاديك انسان جاي يحب يخدم روحه مو جاي يحب يفدلك والا جاي ماشي يحوص لانه اليوم المانيا طالبه ولكن طالبه ناس جديين وناس زاد تضمن فيهم ايديكارو. هذه هي الضمانات اللي تخليكم اليوم تتحصلوا على لي فيزا للناس اللي مش خرجوهم يقراوا ولا مش خرجوهم يخدموا. ماهوش ساهل برمي زاد عديد الشركات الموجوده اليوم ومالوريزمون بعض الشركات اللي للاسف نجحت في فتره من الفترات انها تسوق صوره ماهيش هي تخدم في عالم تحاول تنظف الليماج بتاع الشركات حتى ما نحبش نقول انا منافس عليها. اليوم التعامل باش نعملوا ان دوسي مزيان يمشي لسفاره المانيا وبالقبول ما نصورش انا حاجه سهله على ماهيش سهله الحقيقة. ماهيش سهله حاجه ماهيش سهله بيان سور. نحن عندنا ديما معناتها نقولوا احنا السورس برينسيبال نتاعنا هي ديما سفاره المانيا معناتها التشيك ليست اللي موجوده في الباج اوفيسيال نتاعهم. اذا كان ساعات لما حاجه تبدلت نحاولوا نتواصلوا معاهم هما والا ليكيب نتاعنا في المانيا تحاول تتواصل ديريكت مع وزاره الخارجيه في المانيا والا مع الجهات المختصه كما نسميهم مثلا الاوسلاند بيرد. كلمه الاوسلاند بيرد هي المرادف للاداره العامه للحدود والاجانب اللي هنا في تونس دونك يحاولوا يتواصلوا معاهم باش ديما يعطيونا معناتها ليزاكتواليتي اللي تخص لي فيزا ولي بروسيدور نتاع الفيزا باش نحن نهار اللي نكونوا ملف يكون معناتها ان دوسي سوليد معناتها الكونديدا نتاعنا كيف يهز الدوسي نتاعو من عند ايكيب ايديكارو ويمشي للسفاره ولا تي ال اس كونتاكت باش يصب الدوسي نتاعو معناتها نورمالمون نقولوا نحن نسبه القبول تان فيغ زيرو
فهمتني مع شويه مات فهمتني. دونك نحاولوا ان نقصوا لو ماكسيموم من قسم من نسبه الرفض الرفض. هذاك علاش معناتها ديما لي زاكتواليتي موجودين معنا شكون في ليكيب اللي عنده معناتها خبره سنوات في تحضير لي دوسيي دو فيزا ولي دوسيي دو ميغراسيون. دونك معناتها تبارك الله عليه كيف يمد الدوسيي الانساني يمده له معناتها اللي صاي ما فيهش حتى فاي لا. حتى الترتيب نتاع الاوراق وطريقه حطان الاوراق وكل شيء تدخل وتلعب دور معناتها في الدوسي وفي قبول الدوسي. بالنسبة لنا نحن كلك سوا طلبة وإلا حاشتهم بشي وإلا قولوا احنا متحصلين على شهادة جامعية ويفركسوا على فرص عمل في ألمانيا مرحبا بهم بيانسور الناس الكل. الطلبة نوجهوهم ونقيديوهم سولون ليزيتود يونيفرسيتير اللي يحبوا يعملوهم في ألمانيا والموظفين بيانسور سولون ليديبلوم يونيفرسيتير اللي عندهم شنو فرص الشغل اللي عندهم في ألمانيا المتاحة في سوق الشغل الألمانية وبيانسور بقدرة ربي تبدا الناس كلها ساتيسفات ما نخليه حتى حد ماهوش راضي وحتى كان من ما عندناش الحل الوقتي نحاولوا نلقاو له الحل معناتها في ان شاء الله بخشن. واضح صفوان حسياوي مستشار توظيف بشركه ايديكارو تونسيا شكرا لك. خليك كلمه فمش حاجه ما حكيناش عليها فمش حاجه تحب تضيفها والا دعوه للناس اللي تسمع فينا. فوالا شكرا مرة أخرى على الاستضافة نتاعكم اليوم. نحاول نشكر العباد اللي يسمعوا فينا معناتها كلك سوا هما توا في الطريق في يسوقوا كلك سوا في العمل معناتها والا كلك سوا في الدار ومازالوا يشربوا في قهوة الصباح. الناس الكل مهتمة راهو. دونك نقول لهم مرحبا بكم. حاول إذا كانك انتيريسي حتى ولو أنك أنت مازلت ماكش انتيريسي في الوقت الحالي مي حاولوا يجاو. اتصلوا بنا تلقاو على الباج ويب نتاعنا educarotunisia.de تدخلوا تلقاو الباج ويب نتاعنا تلقاو النيميرو دو تليفون نتاعنا الكونتاكت نتاعنا الادريس نتاعنا اجيو خذوا معلومات مرحبا بكم استفسروا اذا كان عندكم صغيراتكم وتحبوا تتهناوا عليهم زاد كيف كيف اجيو انتم وياهم واذا كان عندكم اصدقاء وتحبوا تودوهم فرص عمل في المانيا زاد كيف كيف مرحبا بالناس الكل. مش لازم نستناو لين انا نبدا عندي فريمون معناتها توا الحاجه ولا لو بوزوان باش اني نطلع النجم على الاقل نجي وناخذ فكره ما يسالش حتى ما عينيش السنه نجم يولي عيني العام الجاي نجم يولي عيني بعد ستة شهور. دونك مرحبا بالناس الكل نحن موجودين على ذمتكم من يوم الاثنين ليوم الجمعه من 8:30 للخمسه نتاع العشيه تنجموا تتواصلوا معنا بالتليفون بالواتساب والا تجيو سيغ بلاس ونحاول ان شاء الله نوفروا لكم المعلومات اللازمه. واضح وانا زاد نضم صوتي لصوتك دعوه للناس اللي تبحث على فرص التشغيل. راهي انا عندي ايمان انه الفرصه راهي ما تجيش وحدها راهي تتصنع وراهي الفرصه هي اللي تتخلق لكن يومك كيفاش نخلقوها الفرصه هذه انك تتهيئ للفرصه تتهيئ للوكازيون تكون حاضر انت اليوم ايديكارو كل مره تهبط عليكم مفاجاه من العيار الثقيل فما حاجات ظرفيه المره اللي فاتت عملتوا حليتوا انتداب سائقي شاحنات يعني وقت اللي تجي الفرصه لازمني انا اكون متهيئ نكون انا حاضر نكون انا عندي اللونج نتاعي انا نكون على درايه على علم بالمانيا والتشغيل في المانيا القانون الالماني وغيره اللي ما تخليهم ناقصين شيء انتم لذا وقتها نجم نستغل هيك الفرصه هذيك لكن اذا كان جيني انا لوكازيون ونكون انا مش حاضر كما مثلا توا كما تفضلت وذكرت السائقي الشاحنات باش نحاول نسرق من وقتك كلك ثواني. دونك سائقي الشاحنات معناتها نهار 12 سبتمبر معناتها الخميس اللي فات اذا ما خانتنيش الذاكره اما التاريخ هو 12 سبتمبر. دونك جاء مشغل من المانيا عمل دي زونتروتيان سيغ بلاس عمل معناتها درايفنج تيست معناتها جرب بعض لي كونديدا وشافهم كيفاه يسوقوا كل شيء والحمد لله معناتها اختار نسبه كبيره من المترشحين معناتها باش يوفر لهم عقود عمل وان شاء الله يطلعوا لالمانيا. لكن كما قلت انت توا معناتها ندعوهم زاده هما والا غيرهم اللي يحبوا يترشحوا لفرص العمل في المانيا انه اهم حاجه اهم حاجه يبداوا باللغه باش يكون جاهز نهار اللي يجي اوفر تكون انت عندك ديبلوم في حاجه معينه وما عندكش اللغه الالمانيه تنجم تتوخر عليك تنجم ما تنجمش تشارك فيها باغ كونت كي تبدا اللغه متوفره والديبلوم موجود تنجم ديريكت معناتها ما تقعدش تستنى جاء اوفر ديريكت مرحبا ما ترتيش الفرصه فوالا واضح واحنا ما حبيناش نراتيو الفرصه انكم تتعداو معنا اليوم انه نعطيو حاجه بوزيتيف للمواطن التونسي الصباح لانه التونسي يحب يسمع هكا عروض العمل والفرص التميز في المانيا والاستثمار خاصه
الاولياء اللي يحبوا يستثمروا في اولادهم في الخارج، لانه الدراسه في الخارج هي استثمار، هي استثمار في العقول، استثمار مام حتى للبلاد نفسها. اليوم قاعد يرجع في مكسب كبير، تشوف التونسي اللي يخرج لبرا يتعلم خبره وكفاءه يروح لنا لبلادنا، الحمد لله محمل بكفاءه كبيره، ورغم يعني الحقيقه اللي يتعبوا وحدهم، رغم ما فماش مسانده كبيره من الدوله التونسيه، ولكن في الاخير احنا التوانسه كلنا مستفيدين من اولادنا اللي صدروهم بالطريقه هذه. راهو تصدير الكفاءه التونسيه ما يجي كان على طريقه ايديكارو، راهو ما ينجمش يكون على الطرق الاخرى، لانه ماهيش باش ترجعك لبلادك، وماهيش باش تخليك تخدم بلادك، وماهيش باش تخليك توفي حق بلادك. وهو عمامنا بعض الصور للدرايفنج تيست اللي صار، احنا نتمناو نشوفوا برشا شباب تواسى في فرص كيما هذه مماثله، كونوا حاضرين، ابداوا حاضرين للفرصه باش ما تضيعوهاش. باغاتي لوكازيون فوالا. اكيد. ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بالناس الكل، كيلك سوا جوست بور افوار دي زانفورماسيون، والا باش يشاركوا معنا في لي بروغرام اللي موجودين عندنا، كيما قلنا خاصه معناتها الفيزا ديتود، معناتها الناس بخلاف انه انت كما قلت بكري معناتها العلم والتطور وكل شيء، ما يزاد انا ديما نركز على حاجه اخرى، انه اون اكسبيريونس في الخارج. نعم. السفر انك تسافر وتعيش لبرا وكل شيء، تكتسب مهارات اخرى تنجم تطورها اللي هي ماكش باش تكتسبها بالشهاده العلميه نتاعك، وهذه حاجه تفيدك انت كلك سوا في المويان تيرم ولا الون تيرم ان شاء الله. واذا يحب يرجع لتونس بيان سور باش تستفيد منه البلاد ان شاء الله. أكيد. اكثر واكثر. واضح. شكرا لك صفوان حسيوي، مستشار توظيف بشركه ايديكارو تونسيا، الشركه الالمانيه المختصه في التوظيف والدراسه بالخارج. شكرا لك على خويا محمد هذا الحضور، وشكرا ايضا لكافه فريق ايديكارو المتواجدين في كل مكان في ألمانيا تقريبا، وأيضا شكرا لأصدقائنا الموجودين في تونس اللي يحرصوا على نجاح الدراسة في الخارج والعمل في الخارج التونسي، واللي يفتحوا دائما وأبدا أفاق وفرص جديدة كل وين ضيق بنا السبل. الحمد لله فما ناس اليوم أصحاب مصداقية وأصحاب ثقة نجموا نتكاو عليهم ويكونوا السند بتاعنا في الدراسة والعمل في الخارج. احنا مازلنا متواصلين معاكم، نرجعوكم بعد شوية بعد الأخبار اللي جيكم من عند نزيها نصري.